يوجد إيدرسون، روبن دياس يلعب إلى جانب ستونز في خط الدفاع، دي بروين سيبدأ مع رودريجو في قلب الوسط، وفي الهجوم سيتواجد هالاند. تصويبة افتقدت للقوة، وجد طريقة إلى حارس المرمى. الضغط العالي ينجح مشاهدينا، استعادة للكرة هنا. قد نشاهد فرصة في هذه اللحظات، والآن مع هالاند، خروج موفق من حارس المرمى لالتقاط الكرة. ناكامبا نجح في تدخله لاستعادة الكرة من جديد. قد تشكل خطورة لخط الدفاع. حلوة التمريرات من مانشستر سيتي. الكرة تذهب سهلة في المكان اللي يقف فيه حارس المرمى. والتدخل الحاسم هنا. كيفن دي بروين. ضغط جيد من الفريق يستعيد من خلال هذه الكرة. كونتوكان، كرة مع كيفن دي بروين، فرصة خطيرة مع دي بروين، كرة في المرمى لمصلحة مانشستر سيتي، والفارق أصبح هدفين. إعادة لكرة الهدف، شوف التحرك، تابع التمركز، شوف كيف اللاعب تواجد في المكان والزمان، وضع الكرة داخل المرمى، حارس المرمى لا يلام في هذه اللقطة. هدف يوسع الفارق مشاهدينا، النتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. رودريجو هالاند، فرصة واحد على واحد الآن. يا الله، مرت ودخلت وحركت الشباك، من يصدق هذا الهجوم الكاسح في أرضية الملعب؟ شوف الكرة مرة ثانية وثالثة، وشوف المهارة، وشوف تجاوز المدافع، شوف حطة الكرة في الشباك، يا سلام على متعة هذا الهدف. يعود اللعب من جديد مشاهدينا، وهنا واضح بأن مانشستر سيتي يكتسح خصم.